السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة وعودة جديدة لبرنامج تواصل دوت كوم. نعرض في حلقتنا لهذا اليوم مجموعة متنوعة من المقاطع المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبدايتنا من عناوين أبرز ما سنعرضه اليوم فنشاهد. في عنواننا الأول: العراق بين كارثة وباء كورونا وبين بطش الأمن والميليشيات وسط غياب تام للمعالجة الحكومية. في العنوان الثاني: هز لندن داريو باتشاها، واسم يتصدر تويتر العراق ردا على كل الحاقدين وللتمجيد ببطل من أبطال ثورة العشرين. وفي العنوان الثالث: مقاطع منوعة نعرضها لكم في ختام حلقتنا، نتابع فيها قضايا تخص فلسطين وإثيوبيا. في فقرتنا الأولى وفي المقطع الأول وفي إطار مشكلة الوعي المجتمعي في العراق تجاه قضية وباء كورونا، نتابع سائق سيارة كيا، وهي سيارة مخصصة في العراق لنقل المشاة، يشعر بأعراض الإصابة بفيروس كورونا ويستمر بأداء عمله رافضا أن يجلس أحد قربه، معتبرا أن ذلك لن ينقل المرض إلى الآخرين من وجهة نظره. فنشاهد المقطع. جسمه مصاب، السائق مصاب بالفيروس، وانا ما اخذ احتياطاتي بس وشال السائق مصاب، لذلك حتى بالكرسي اللي قدامه مخلي تاير على مود ما حد يقعد يمه، يعتبرها يعني انه هي حافظ على الناس. وهالحس تخيل مصاب ويفتر ما في شيء عادي، يعني اللي يفتر هنا شيء شنو موقفه؟ بس انا ما اعتقد السياره اشتغل فيها سائق. فنشاهد التعليقات التي جاءت على هذا المقطع. فنشاهد معا. وسام عباس يقول: هواي ناس مصابة بس ما تحكي ولا تصل مستشفى لأن يحسوها عيب، الناس تسمع بي كورونا بعد ما تسلم ولا تصل بيته، أو تسمع بي كورونا بعد ما تسلم ولا تصل بيتي، وماخذ الأمور برحابة صدر. الله يشافي كل المرضى ويعافيهم. طبعا تعليق اخر: علي يقول طبعا يطلع يشتغل لان شاف دولته كل شيء ما موفره له، لا علاج ولا بديل عن شغله او شغله اليومي، الناس قاعده تموت من الجوع والسياسيين حائرين بانفسهم والله المستعان. حسين المنصور يقول: ها وهذا لو ما متوازي على العيشه كان طلع وعرض حياته وحياه الوادم للخطر، ما نقول شيء بس الله يهلك كل واحد سبب بأذية العراق وناسه. وتعليق آخر من عقيل يقول: إذا فعلا بي المرض حرام عليه جاي يعدي الناس، احجر نفسك ببيتك حتى لو تأكل خبزة وماي ولا تموت الناس بسببك. طبعا هذه تعليقات مشاهدينا الكرام عن هذا المقطع، يعني تضارب بالآراء. هناك من يقوم بتقديم الأعذار لهكذا حالات، وهناك من ينتقد هذا الإهمال. في كركوك تم شفاء أكثر من 350 مريض من فيروس كورونا، ولغاية الآن تبرع 35 منهم فقط ببلازما الدم، أما البقية يتحججون بأمراض أو قاموا بإغلاق هواتفهم النقالة كي لا يتبرعوا بالبلازما لمن هم في حاجة إليها. وهناك من طلب أسعارا خيالية مقابل كيس الدم الواحد من بلازما الدم، لكن هناك من أهل الغيرة والشهامة والنخوة من أبناء البصرة المتعافين من مرض كورونا تركوا أعمالهم وتشجموا على السفر في هذه الظروف، وقطعوا مسافة أكثر من 16 ساعة بسياراتهم الخاصة لكي يصلوا إلى كركوك ويتبرعوا ببلازما الدم لمرضى فيروس كورونا في كركوك، دون التمييز طبعا بين طائفة أو مذهب أو قومية. كان هذا على لسان صاحب المقطع التالي الذي وثق بعدسته لحظة التبرع بالدم. فلنشاهد. اهلا وسهلا بك من البصره والكركوك. اهلا وسهلا بك، حياك الله. كنت مصاب؟ انا كنت مصاب والحمد لله والشكر تم الشفاء والخير الحمد لله والصحه عاليه الحمد لله. وقبل الكركوك تبرعت بالكوت مو؟ نعم تبرعت بالكوت والحمد لله والشكر، وان شاء الله هم راح اتبرع اذا الله غطانا الصحه والعافيه، اروح للموصل هم اتبرع. حاضر يعني. الله يبارك احنا فيك. ان شاء الله بدون مسمات محافظات، احنا عراق كلنا عراق واحد. اليوم الغيره اللي خلتك تجي الكركوك. نعم. عرفت هذا الشخص اللي راح تتبرع له؟ عرفته هو كردي، تركماني، عربي، سني، شيعي؟ لا والله ما عرفت، ولحد الان ما عرفت. انا تبرعت له قلت لهم بدو يعني حتى اسمه ما عرفت، يعني قالوا شخص محتاج وحاله حرجه
وان شاء الله جيت تبرعت وانا حاول بدون ما اعرفه يعني، والحمد لله والشكر هذا توفيق من الله. الله يبارك بك. الله يعني يبارك. دكتور اليوم نشوف للاسف يعني رسالتك اليوم للمتعافين. نتابع التعليقات التي جاءت على هذا المقطع ايضا على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي. معنا في اول تعليق قحطان يقول: والنعم منكم، هاي غيرة العراقيين، وربي يحفظكم ويطول بعمركم إن شاء الله. في تعليق آخر رورا النعيمي تقول: بارك الله بكم يكثر الله من أمثالكم، اللهم شفاء العاجل. أيضا ضمن التعليقات لدينا قتيبة العراقي يقول: المفروض قبل ما يطلع أخذ دم منا أو أخذ دم منا أو أخذ تعهد، ليش هيك بس؟ ليش هيك بس؟ والنعم من أهل البصرة. في تعليق آخر وأخير في هذا المقطع: حفظ الله الجميع ونسأله سبحانه وتعالى الشفاء العاجل لجميع مرضى المسلمين، آمين. طبعا هذه الحالة أيضا مشاهدينا الكرام تواجه انتقادات من خرجوا ولا يقومون بالتبرع بلازما يستخدمها كثير من الأطباء الآن في طريقة من الطرق لمعالجة المصابين بفيروس كورونا، وهناك من كما قلت كما استمعتم يطلب أسعار مقابل هذه البلازما. في مقطع آخر: الجيش الحكومي قام بإطلاق الرصاص الحي واستخدام الهراوات والسكاكين لتكسير زجاج السيارات خلال الاعتداء على المتظاهرين السلميين القادمين من جميع المحافظات العراقية إلى مدخل بغداد الجنوبي، وقاموا بإصابة عدد من المتظاهرين بجروح. فنشاهد. هاي تاليت هي الجيش العراقي. هاي المتظاهرين تطلب منهم إنسان يجوز ما حد يجوز. الله أكبر. شوف شلون الاعتداء على الشباب. اشوفهم واقفين ويا الاحزاب شايلين سكاكين شايلين تواثي. نشاهد التعليقات التي وردت على هذا المقطع على موقع فيسبوك ايضا. علي يقول: لو تابعين للأحزاب ما حد يندق بيهم، بس ذولا أهل البلد مو ذيول، طلعت سباعيتهم على الناس العزل، ما وقفتوا بوجه جماعة حزب الله. هذا انتقاد مباشر إلى الأجهزة الأمنية. في تعليق آخر: منابع الإشراق تقول أو يقول يعني ذولا قوات أمنية بأمر الكاظمي، لو مجاميع مسلحة منفلتة أو شنو موقف الكاظمي منهم، يتساءل أو تتساءل. في تعليق آخر ماهر العلي يقول: هذا جيش السلطة، ومن المعيب أن نسميه الجيش العراقي. أيضا هو انتقاد للقوات الأمنية. وفي آخر التعليقات مشاهدينا الكرام تيسير يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والخزي والعار للحكومة القناصين وحكومة الأحزاب الفاسدة. في آخر مقطع لدينا في هذه الفقرة: ضابط يعتدي على مواطنين احتجوا على انقطاع الكهرباء في حيهم وعلى سرقة الكهرباء وتحويلها لجهات حكومية في الحي، قام بإطلاق الرصاص عليهم كونه أحد المتورطين بعملية السرقة كما يقول شهود عيان تداولوا المقطع. فنشاهد. إذن مشاهدينا الكرام في فقرة الهاشتاج، هناك وسم تصدر تويتر العراق وهو هز لندن ضاري وبتشاها،
طبعا احتفاء من العراقيين ببطل ثورة العشرين أو أحد أبطال ثورة العشرين الذي قام بقتل الجنرال الضابط البريطاني ليتشمان. لكن هناك انتقاد أيضا لتصريحات زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي الذي اتهم أحد الأبطال بأنه من حلفاء البريطانيين وطعن بالوقفة التي قام بها في ثورة العشرين. دعونا نشاهد التغريدات التي جاءت على هذا الوسم. دكتور علي الجابري يقول: قيس الخزعلي ليس سوى عميل قذر وإرهابي رخيص ومرتزق لا قيمة له، يعتاش على التصريحات الطائفية التي يطلقها من جحره الذي يختبئ فيه منذ أن أصبح يتيما بعد قتل سيده المقبور قاسم سليماني، لذلك فدوره مكشوف في إشعال الفتنة التي يحلم بها نظام طهران الإرهابي. في تغريدة أخرى حسين صالح السبعاوي يقول: العالم كله يفتخر بقياداته التاريخية، إلا عندنا يسيئون لهم وينتقصون منهم، ومن لا يفتخر بالشيخ ضاري فهو مريض النفس والقلب. وفي تغريدة أخرى سيف صلاح الهيتي يقول: من يحاول سرقة مقاومة الاحتلال الأمريكي وينسبها لنفسه وشهودها ما زالوا أحياء، لا شيء يمنعه من سرقة مقاومة الاحتلال البريطاني وشهودها تحت التراب. في آخر التغريدات لدينا مشاهدينا الكرام علي يقول: عندما ألقت القوات الأمريكية القبض عليه وخلال جلسات التحقيق اعترف بإرادته على أتباعه وكان متعاونا بشكل غريب مع محققي CIA وباعترافهم، ويأتي الآن يقدم معلومات بائسة ومكشوفة لتزوير الحقائق ويدعي المقاومة. التاريخ يشهد من هم الرجال الرجال. إذن كان هذا رد على قيس الخزعلي لأنه اتهم الشيخ ضاري المحمود بأنه كان عميلا للاحتلال البريطاني للعراق، ونسي أن يقول عن نفسه أنه أحد العملاء للاحتلال الإيراني للعراق. مشاهدينا الكرام، بفقرة بعض الهاشتاج، وضمن محاولات الاحتلال الصهيوني لاقتطاع مزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة، نرى دولة الاحتلال المزعومة تسير نحو ضم أجزاء أخرى من الضفة الغربية إلى الأراضي المغتصبة على يد الكيان الصهيوني. فلنشاهد. التنسيق الأمني مقدس.
لهذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من تواصل.com، نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، إلى اللقاء.